إن هذا التوتر ما بين برلين وطهران هو حقيقة مفيد جدا للديناميكية الجديدة في العلاقات الإيرانية الأوروبية ما بعد احتلال روسيا لأوكرانيا في 24 من فبراير العام الماضي. إن الألمان كانوا لطالما كانوا داعمين للاتفاقية النووية الإيرانية ولطالما كانوا داعمين للتفاعل الدبلوماسي مع إيران. لم يكن الألمان راضون عندما قامت إدارة ترامب بالخروج من اتفاقية إيران النووية، ولكن وبسبب ما يحصل في أوكرانيا وبسبب دور إيران في الحرب الأوكرانية، فإن الدول الأوروبية كما قلت اليوم ينظرون إلى إيران نظرة مختلفة، حيث أن هناك رغبة أقل في برلين وأيضا في العواصم الأوروبية الأخرى أن يتفاعلوا ويشتبكوا مع إيران إيجابيا. ونحن نرى ذلك واضحا من تصريحات المسؤولين الألمانيين. في نفس الوقت الإيرانيون أيضا يطلقون تصريحاتهم وتعليقاتهم مدينين إيران ويذكرون بكل القضايا التاريخية، عودة إلى الحرب الإيرانية العراقية عندما كانت غرب ألمانيا تسلح صدام حسين أو نظام صدام حسين. لنعد إلى سؤالك فيما يتعلق بكيف سوف تكون الأوضاع فيما يتعلق بألمانيا والعراق، نعم أن هناك احتمال أن يصبح هناك توتر أعلى. إن الحكومة الإيرانية بالتأكيد تنظر إلى ألمانيا على أنها تهديد، وآخذين بعين الاعتبار لاهتمام إيران ومصلحتها في العراق، فليس لدي أدنى شك بأن المسؤولين في طهران قلقون للغاية حيال العراق وألمانيا واقترابهما من بعضهما كشركاء.